ونبقى في الإمارة الباسمة، حيث تعد جائزة الشارقة للعمل التطوعي حدثا سنويا هاما لما تمثله من تحفيز وتشجيع للعمل التطوعي بأشكاله كافة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي والإسلامي أيضا. ويوم الخميس وفي حفل رسمي كرم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة الشخصيات والجهات المستحقة للجائزة في دورته 11 محليا والسابعة عربيا والأولى إسلاميا للعام 2013. رعى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي الذي استضافته كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الشارقة، حيث شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة الحفل الذي حضره عدد من الشيوخ والمسؤولين وحشد كبير من كبار الشخصيات والضيوف من داخل الدولة وخارجها. وكما جرت العادة في هذه المناسبات التكريمية، أقيمت مراسم احتفال رسمية ضمت عزف موسيقى السلام الوطني وإلقاء عدد من الكلمات من القائمين على الجائزة، كانت من بينها كلمة لمعالي حميد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء الجائزة. اليوم يتوافق الاحتفاء بجائزتنا في عامها الأول من العقد الثاني لها مع احتفالات هذا العام باختيار الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2014 بعد اختيارها في العام 1998 عاصمة للثقافة العربية، ليؤكد ذلك حالة التطور الحضاري لمدينة الشارقة التي أراد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لها أن تكون منارة للعلم والمعرفة والثقافة والفنون والوجهة المثالية للعلماء والباحثين والمفكرين ممن يدركون الدور الرائد للشارقة في دعم ساحة الثقافة والعلوم العالمية. والكلمة التالية كانت للدكتور أمين الأميري الأمين العام لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، والتي بيّن فيها أسس وبرامج عمل مجلس الأمناء وأهمية العمل التطوعي، كما ضمت كلمته إحصائيات وأرقاما أوضحت أعداد المشاركات ونسبها على مستوى كافة الفئات محليا وإقليميا وعربيا. تم بعد ذلك دعوة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة لتكريم الشخصيات والجهات المستحقة للجائزة في دورتها 11 محليا والسابعة عربيا والأولى إسلاميا لعام 2013، وتقديم الشهادات والدروع التذكارية للمكرمين، حيث كان من بين المكرمين الأفراد من الشخصيات المخضرمة في الأعمال التطوعية المستحقة لوسام العمل التطوعي إسلاميا الدكتور ذاكر نايق. ومن المكرمين الأفراد من الشخصيات المخضرمة في الأعمال التطوعية المستحقة لوسام العمل التطوعي محليا الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي والشيخ محمد بن صقر القاسمي ومعالي سعيد محمد الرقباني ومعالي عيسى صالح القرق وسعادة الطيب محمد إبراهيم. أما المكرمون من المؤسسات في المجالات التطوعية المخضرمة والمستحقة لوسام العمل التطوعي عربيا، فكانت الجائزة من نصيب جمعية سرطان الأطفال في لبنان، وعلى الصعيد المحلي نال كل من جمعية دار البر في دبي ولجنة أصدقاء المرضى الخيرية ومؤسسة دبي الإسلامية الإنسانية وسام العمل التطوعي للمؤسسات التطوعية المخضرمة. وإلى أبو ظبي، حيث استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة معالي